ايه هو افضل حساب توفير؟ سؤال بيتردد كتير على القناة حوالين افضل حساب. انا معايا مبلغ وعايز اشوف البنك بحيث احط فيه المبلغ ده واستثمر في الحسابات التوفير المختلفة. حضراتكم عارفين ان في مصر 36 بنك عندهم حسابات توفير مختلفة. في بعض البنوك بتعمل عروض على حسابات التوفير، فبتعمل حساب توفير خاص بتدي فيه فايدة عالية توصل ل 30% على الفايدة السنوية، وحضراتكم عارفين ان موضوع الفايدة بيختلف من بنك لآخر، وايضا بيختلف على حسب دورية صرف العائد اذا كانت شهري او كل 3 شهور او كل سنة، او بيختلف على حسب المبلغ المتاح داخل الحساب. ده الى جانب لازم تحط في الاعتبار ان الفايدة العالية بيحط حد ادنى للاستثمار، زي ما بيوصل مثلا كده في بعض البنوك لنص مليون جنيه. احنا عارضين على القناة بعض الحسابات التوفير اللي موجودة، لو يهمك بنك محدد قول لنا واحنا نعرض لك حسابات التوفير اللي موجودة داخل هذا البنك. تعالوا نتكلم على افضل حساب توفير موجود في البنوك. نقول بسم الله، ومعاكم دكتور محمد العجمي ودي قناة صباح البنوك، وتعالوا معانا. السلام عليكم، ودي قناة صباح البنوك. البعض من حضراتكم بيسأل على القناة، هو معاه 50,000 جنيه وعايز أفضل حساب، هو معاه 20,000 جنيه وعاوز أفضل حساب توفير موجود في البنوك. أنا بتوقع إن اللي بيسأل الأسئلة دي هو مش فاتح أي حساب في أي بنك، ولا حضرتك فاتح حساب داخل بنك وعاوز تعرف إيه حسابات التوفير اللي موجودة في البنوك الأخرى وإيه أعلى حساب. عملية رصد كل حسابات التوفير اللي موجودة في 36 بنك بتكون عملية صعبة، وعشان خاطر نقدر نرصد كل البنوك ونعمل بعد كده حلقة ونشرح كل حساب وتفاصيل كل حساب، ده محتاج مننا أولا جهد، ثانيا حضرتك بتمل بسرعة لو وقت الحلقة زاد عن 10 دقايق، فمعادلة صعبة جدا انك انت تعمل كل 36 بنك. لو في بنك عايزنا نركز عليه اكتبه في التعليقات وان شاء الله نركز عليه. افضل حساب توفير من ناحية ايه؟ يعني افضل حساب توفير من ناحية العائد، ولا افضل حساب توفير من ناحية المصاريف، ولا افضل حساب توفير من ناحية المرونة، ولا افضل حساب توفير من ناحية ايه؟ انا هعتقد ان حضرتك بتسأل على افضل حساب توفير من ناحية العائد. واذا كنت بتبص على العائد، فتقريبا اكبر بنكين بيدوا عائد على حساب التوفير هو البنك القاهرة بيوصل لحد 27%، وبنك المصرف العربي الدولي بيوصل لحد 30%. لكن لازم تعرف ايه شروط كل حساب. لو العربي الافريقي الدولي الحد الادنى عشان خاطر تستثمر في هذا الحساب هو نص مليون جنيه. شارحين كل تفاصيل الحساب من فترة كده موجودة على القناة. البنك رفع الحساب دو من اول شهر ابريل الماضي وصل لغاية 30%. يعني ايه لغاية؟ يعني دو العائد السنوي، لو انت مش هتاخد عائد طول السنة هتاخد 30% في نهاية السنة، بيبدأ من 24 لو انت اخترت دورية صرف العائد شهري، وبيوصل لحد 30% لو انت اخترت دورية صرف العائد كل سنة. ايضا بنك القاهرة عنده حساب اسمه ميجا توفير، البنك بيدي فايدة بتوصل لحد 27%، هو رفعه ايضا من فترة قصيرة، وعاملين برضو حلقة على القناة تقدر تعرف تفاصيل الحساب واسعار الفايدة. الحساب ده ايضا بيبدأ من 50,000 جنيه علشان خاطر يديك عائد على الفلوس بتاعتك. طب هل في حسابات اخرى؟ في حسابات اخرى، يعني لو بصيت على بنك مصر هتلاقي بيديك حاجة اسمها سوبر كاش، العائد بتاعه بيكون يومي 23%، هو اشبه ايضا بحساب التوفير وبيبدأ من 50,000 جنيه. البنك الاهلي ايضا حساب التوفير رفعه ب 12.5% وبيديك العائد سنوي. البنك الاهلي ايضا عنده حساب توفير بيبدأ من 3,000 جنيه، لكن سعر الفايدة هتلاقيه 12%. البريد المصري عنده حساب يوم على يوم بيديك 16%، والمصرف العربي الدولي ايضا عنده حساب بيديك 18%، وهتلاقي المتوسط اللي ماشي في البنوك 18%، قلنا باستثناء بنكين هما القاهرة وعندك المصرف العربي الدولي، والحلقتين مشروحين على القناة عندك، وهنحاول نتابع لكم كل حسابات التوفير اللي موجودة في البنوك. بس طبعا انت ممكن تساعدنا لو كتبت اسم البنك فالروع على طول، بدل ما عندنا حيرة
لل 36 بنك اللي موجودين في السوق. لكن لازم تحط في اعتبارك نقطة مهمة جدا جدا، هو إن حساب التوفير ده متغير. يعني إيه متغير؟ يعني ممكن 30% اللي أنت هتاخدها الشهر اللي احنا فيه ده، بعد شهر بعد شهرين أسعار الفايدة تنزل، فينزل العائد على حساب التوفير ويتراجع، بدل ما هو 30% يبقى 25%، لو مزيد من تراجع في أسعار الفايدة فممكن ينزل أكتر. فنخلي بالنا من النقطة دي. النقطة التانية إن شهر الإيداع وشهر السحب ما بتحاسبش عليه عائد. يعني إيه؟ يعني البنك بيحسب لك على أدنى رصيد موجود في الحساب. لو أنت جيت يوم واحد في الشهر وحطيت الفلوس بتاعتك جوه الحساب، هنا ما بيحسب لكش عليه عائد. خلي بالكو الحساب اللي اسمه إي جولدن ده ليه شروط محددة وليه مواصفات محددة. ياريت تسمع الحلقة اللي على القناة، لأني أنت بتاخد على أدنى رصيد موجود في الحساب. لو أنت حطيت النص مليون الشهر دو ما بتاخدش عليه عائد، تبدأ تاخد عليه من الشهر التالي. طب جيت الشهر التالي احتجت ليه الفلوس وسحبتها، كده مش هتاخد أي عائد، سواء جيت في أول الشهر أو آخر الشهر ما بتاخدش عليه عائد. فنخلي بالنا للملاحظات دي لأنها مهمة جدا وانت بترتب أفكارك أو انت بتفكر تفتح حساب توفير. لكن السؤال الأهم هو أنا عايز أفتح حساب توفير ليه؟ عشان خاطر أستثمر قصير الأجل لأني محتاج الفلوس خلال فترة قصيرة. ممكن يكون عندك بدائل أفضل وبتديك أسعار فايدة أعلى زي صناديق الاستثمار أو أذون الخزانة، ولا أنا عايز أستثمر في حسابات التوفير بحيث لو الفايدة رفعت فالفايدة على فلوسي ترفع. ايضا في اوعيه ادخاريه ممكن تديك كده. يبقى لازم احدد الاول هو انا ليه عايز افتح حساب توفير في البنك. هل انا عايز افتح حساب توفير في البنك عشان ينزل لي عائد كل شهر، ولا انا عايز الفلوس بتاعتي اللي احطها في الحساب دي في فتره قصيره شهر شهرين، ولا انا عايز فلوسي تزيد ويكون عندي مرونه ان انا اعمل عمليات سحب وعمليات ايداع على حسابي من غير ما يقول لي ده في خسائر كسر الشهاده او ما شابه ذلك. كل ده حضرتك اللي لازم تحدده الأول قبل ما تفتح حساب توفير. عادة حسابات التوفير بنفتحها لما نكون مثلا عاملين شهادات والعائد أنا مش بحتاجه أو ما بفكرش إن أنا أخده، فالأفضل إن هو مثلا بينزل لي في حساب توفير. لما بينزل في حساب توفير بقدر أخد عليه عائد لو أنا نسيته شهر أو شهرين أو ثلاثة. أيضا حساب التوفير بيبقى فيه مرونة في التعامل على الحساب، وانا محتاج الفلوس بتاعتي دي قصير الاجل، بتاجر مثلا، بعمل مشروع، بعمل خدمة معينة، فبحتاج سيولة من وقت لاخر فبحطها في حساب التوفير. لكن قصة الفايدة ما بتبقاش شغلة دماغي في حساب التوفير. لكن لو قصة الفايدة شغلة دماغك يبقى لازم تدور على اوعية ادخارية اخرى تديك عائد افضل من حساب التوفير. لو في أي سؤال عند حضرتك اكتبه على القناة. بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ومشاركة الأصدقاء لتعميم الفايدة. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. احد الاصدقاء في البنك المركزي المصري قال الاستثمار في اذون الخزانة افضل ولا الشهادات اللي هي 27؟ وانا هنا بتكلم